حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول محافظة بابل، ملفات معقدة وخدمات مفتقرة. للأسف تفتقر هاي المحافظة الكثير من الملفات والخدمات، راح نتعرف عليها من خلال الضيف اللي يشاركني حديث الأستاذ علي طالب الناشط المدني. حياك الله أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، وأشكركم وأشكر كادر القناة مالتكم، وإن شاء الله منبر حر وإن شاء الله نعم التوفيق، ونتمنى نهض باقة صحة بابل ودوائر الدولة كافة والمحافظة بصورة عامة. نعم، أستاذ علي بداية من أين نبدأ بأي ملف؟ قبلها خليني أرحب بأستاذ بكر الجبوري الناشط المدني، حياك الله أستاذ بكر. حياكم الله، تحية لك الكرام ولجميع العراقيين الأحرار الرافضين للظلم والفساد. نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ بكر. أرجع يا ضيفي أستاذ علي، بداية أستاذ علي من أين نبدأ بملفات بابل ونقص الخدمات؟ أول ما نبلش بملفات بابل أو محافظة بابل، نبلش بمحافظها، محافظها اللي يتنصب بصورة غير قانونية، اللي يعني قانون اللي يقول على اي محافظ يستلم المحافظه ان تكون لديه خدمه 10 سنوات في مجال اختصاص حصن، والمحافظ الحالي لا يمتلك هذه الخدمه. وكذلك يبحثون عن الكفاءه في اداره هذه المحافظه، كما محافظه بابل سابقا الذين استلموا ملف هذه المحافظه هم ناس يا اما عليهم شبهات فساد او عليهم علامات استفهام، واغلبهم يا اما يكونون فاشلين في اداره هذا الملف. وهذا المحافظ حاليا اللي استلم الاستاذ علي وعد، استاذ علي وعد يعني كان عباره عن اله بيد الاحزاب فينفذ ما يقولون له لا اكثر ولا اقل. فاحنا طامتنا كبرى ست ومشكلتنا كلش كبيره، فانا بسال الله. الله يعينكم. نعم، انتقل يا ضيفي استاذ بكر. استاذ بكر اريد نعرف اليوم اهم الخدمات اللي تفتقر لها محافظه بابل. حياك الله ستنا، حيا الله ضيفك الكريم. ابدا وياكم من بابل المنكوبه لانقل لكم ولمتابعيكم الكرام معاناه اهالي بابل ولو بالجزء البسيط، لاننا لو تحدثنا بكل معاناه اهالي بابل يحتاج لنا العديد من الحلقات. الامر الاول والاهم، بابل تعاني من سوء التخطيط وسوء الاداره المحاصصاتيه والحزبيه الفاسده والفاشلة على حد سواء. هذا الأمر المهم. أما الأمر الثاني، العرب يقولون الحقوق تريد حلول، وللأسف الشديد الممثلين عن بابل وأقصد هنا البرلمانيين متفرقين وغير متوحدين لخدمة بابل، بل وبعضهم بعيد كل البعد عن معاناته أهالي بابل. لذلك تشوفين التخصيصات المالية لمشاريع بابل دائما قليله وغير كافيه، مما تسبب بتعطيل اغلب المشاريع. اضف الى ذلك الكومنيشنات والفساد الموجود في كافه المشاريع المحاله. اليوم بابل تعاني ما تعاني بكل الجوانب، على الجانب الصحي نبدا به، لان الجانب الصحي على تماس مع المواطنين. اليوم دائره صحه بابل مهيمنة عليها أحزاب، وإدارتها غير صحيحة، مو على ضمن الكفاءات والنزاهة، بل على ضمن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصات الحزبية. كذلك دار صحة بابل تفتقر على كل المقومات. أول، هذه المستلزمات الطبية غير متوفرة بكل مستشفيات بابل، كذلك الأجهزة الطبية، كذلك الأمور العلاجية والدوائية. اليوم اللي عنده مريض في بابل إذا عنده إمكانية يروح للخاص، وإذا ما عنده إمكانية فإلى الله سبحانه وتعالى، وعلى قولة هن النجف ترحب بي أو دار السلام ترحب بي. للأسف الشديد هذا اليوم ما تعانيه بابل في مجال الصحة. وأما عن شحة المياه فحدد ولا حرج، اليوم أراضي بابل كلها صحراء قاحلة. كذلك اليوم مياه الشرب أصبحت قليلة، وممكن بالأشهر
القليله القادمه ممكن تنعدم هذه المياه. نعم هذا كله بسبب المحاصصه الموجوده وسوء التخطيط والاداره. نعم، بكر علي ذكر بداية كلامه أنه المحافظ أجي بصورة غير رسمية وتسلم المنصب، بالتالي اليوم أكو تقصير من عنده وما قدم شيء للمحافظة. زين أنتوا اليوم ليش ما تنطوه مهلة؟ يعني هو إيش قد صار له 38 يوم يمكن من استلم المنصب، بالتالي برأيك هاي 38 يوم هي كافية اليوم يغير شيء نحو الأفضل؟ إذا هو اليوم أجي ولقاها تركة للكثير من الملفات والمشاكل. ستي العزيزه، انا ذكرت لك قلت لك الاول الامر المهم الاول، باب تعاني من سوء التخطيط والاداره المحاصصاتيه. هذه الادارات اللي تديرها سياسات حزبيه بحته، واغلب هاي الاحزاب السياسيه هي عندها ولايات خارجيه، فبالتاكيد اليوم ما طول اكو محاصصه واكو احزاب، بالتاكيد الادارات تتحكم بها الاحزاب، وهذه الاحزاب هي احزاب اصلا غير دستوريه وغير شرعيه، هذه عصابات ست الكريمه تتحكم بها جهات خارجيه وشخوص عندهم ولاءات خارجيه للاسف الشديد. اما بخصوص المده، كل العراقيين وكل اهالي باب الاحرار الشرفاء قولوا للسيد المحافظ مع علم انه كل اللي يتنصبون بالادارات هم يعني شبههم كثير من الشبهات، لكن العراقيين واهالي بابل قالوا له يابا اذا كنت جاد وانت تعمل فهذا المساحه قدامك، وانطيناه مهله، وهاي المهله لازلنا نترقب عمله بشكل ايش قد المهله اللي اعطيتوها استاذ بكر؟ يعني حقيقه هي مو اكثر من شهرين ان شاء الله، لان المده قلنا قصيره، بابل تعاني ما تعاني، فلذلك المهله تكون قصيره. لحد الان للاسف الشديد اي تقدم. برايك يعني شهرين كافيه انه يصلح ويغير؟ ثق بالله ستي العزيزه، الانسان اللي قاد اللي نظيف ويريد يحمل غيرته ومعاناته هالناسه ممكن باسبوعين يغير. بابل وارداتها خير من الله، بس اذا كان هو مقيد باحزاب اكيد سبب الفشل. واحنا يعني حقيقه من خلال قناتكم لهلنا وناسنا في مدينه او في محافظه بابل ومدينه الفله خاصه، احنا كحراك احتجاجي مستمرين برفض اي فساد واي ظلم. ونصيحه للسيد المحافظ الجديد ان يلبي مطالب الشعب وينزل للشعب ويحقق مطالبهم، خلاف ذلك سيكون الأحرار أمام منازل كل المسؤولين، وخصوصا محافظ بابل، لأن يعني الجهة التنفيذية هو سيد المحافظ. إذا لم يحقق ويسمع مطالب الشعب، ومطالب الشعب اليوم كلها مشروعة والاحتجاجات منظمة وسلمية 100%، فماكو أي عذر لأي مسؤول إنه ما ينزل للشارع وينفذ المطالب. مطالب الشعب ذكرت سابقا، مطالب هي مشروعة، وهذه المطالب حقيقة اليوم المواطن البابلي أمس الحاجة إلها. أتمنى أن تعطيني الوقت حتى أبين لك باقي التفاصيل والخدمات اللي معدومة في بابل. نعم، إن شاء الله إحنا راح نتطرق لكل الخدمات. تبقى يا يعني أستاذ بكر، أرجع إضيفي أستاذ علي. أستاذ علي، اليوم شنو اللي ينقصكم في محافظة بابل من خدمات؟ أستاذ بكر ذكر أنه اليوم الصحة اليوم سيئة ومتردية بمحافظة بابل. شنو من ضمن الملفات الاخرى يوم اللي تنقص المحافظه؟ وبرايك اليوم الشهرين الفرصه اللي انطيتوها للمحافظ هل هي كافيه لتقديم خدمات لبابل وهي اليوم محطمه كليه؟ ست يعني مبدئيا محافظ بابل اللي حاليا موجود، محافظ بابل كان مدير ضريبه، ومدير ضريبه هي دائره صغيره يعني اشبه ببيت، وهاي الدائره يعني صراحه ما اقدر اسيطر عليها ولا احاول يعني يوقف الفساد اللي بيها. فبهاي الحاله دائره ما استطاع ان يسيطر على وضعها ووضع ملفات الفساد اللي بيها، شلون راح يقدر يدير محافظه؟ هاي اولا. شغله ثانيه، الطريقه اللي تنصب بها يعني كان الدعم له وكان المصوتين من قبل نواب بابل، هم نواب الاحزاب الحاكمه اضافه الى النائب ذلك راطي زاد، النائب ياسر اسكندر وتوت. يعني ست بصراحه يعني المحافظه موضوعها كلش شائك، يعني يفتقر للخبره الاداريه،
يفتقر للحنكه السياسيه، شخص مضغوط عليه، اجندات هي اللي وراه. يعني كانت موافقه من قبل الحلبوسي، اندرج اسمه، صارت موافقه من قبل الحلبوسي على انه يكون محافظ بابل، يلا انطرح اسمه وتنصب حتى يمشي المشاريع، والمشاريع بابل يحولها للمقاولين الحلبوسي والشركات الاستثماريه مالته. فصرت يعني بهاي الحاله شلون راح نتامل؟ شلون راح نتامل على انه راح يغير واقع محافظه؟ هو كان مدير دائره يبلاها الفساد، بؤره الفساد هي دائره الضريبه، وكل محافظه بابل، كل اهالي بابل يشهدون بهذا الشيء، كلهم تعرضوا للابتزاز، وانا احد اللي تعرضوا للابتزاز وقدم دعوه قضائيه بالموضوع، واحد نعم. الذين كذلك تعرضوا للابتزاز. يعني علي؟ اي نعم ست، عندك شنو الادله؟ مدير، نعم نعم، مدير مول بي دي سي استاذ سليم الربيعي تعرض للابتزاز من قبل موظف، نعم، داخل الضريبه، وهسه حاليا الموظف يودع بالسجن، ويعني على اثر دعوه قضائيه رفعها استاذ سليم ومشت الامور. بس يعني هو وضعها لا يخفى، ومحافظ بابل يعني ما اعتقد راح يغير شيء، لانه يعني يفتقر للكفاءه. زين شنو السبب اللي يخليكم يعني متشائمين لهي الدرجه؟ يعني ماكو امل او تفاؤل انه ممكن يغير للافضل؟ يفتقر لكل شيء، شلون راح يقدر يدير محافظه؟ وعيد الكلام بهذا الموضوع. نعم. يعني خلال هاي الفترة ما التمستوا شيء من عنده كمحافظ؟ علي تسمعني؟ نعم. أرجع ويا أستاذ بكر. أستاذ بكر، يعني أنا ذكرت لعلي إنه اليوم ما التمستوا شيء خلال هاي الفترة من قبل المحافظ الجديد؟ ستي الكريمة، اليوم ومن بداية تسلم سيد المحافظ بالإدارة لحد الآن ما شفنا غير بس التصاريح والحبر على ورق، أما أرض الواقع لحد الآن بابل من سيء إلى أسوأ للأسف الشديد. هذا ما موجود، هو واقع الحال. بابل اليوم منكوبة وتعاني يوم بعد يوم، معاناتها تزداد أكثر. دعيني اذكر لك تفاصيل المعاناه اللي موجوده في بابل. اليوم تجهيز بابل بالكهرباء قليل جدا، واحنا هسه اليوم هسه من خلال اريد نرتب بس انه الصوره تطلع، نطلع وياكم عجه، وحتى اريد لنا بنكه كهرباء ماكو. فالوضع اللي يعاني منه المواطن البابلي من ناحيه تجهيز الكهرباء اكثر من صفر. شحه المياه اليوم اغلب مناطقنا تعاني من شحه المياه، واحنا قلناها سابقا باذن الله، وهي دعوه من خلال قناتكم الكريمه، الشعب باذن الله راح ينزل يوم 4/7 يوم المصادف يوم الاثنين في بغداد للمطالبه بمعالجه شحه المياه. احنا نعرف هناك تدخلات بموضوع شحة المياه، تدخلات دولية، قلناها ونقولها لكل المسؤولين سواء كانوا أعضاء برلمان أو مسؤولين تنفيذيين، وكذلك لرئيس الوزراء أنه يستعجلون ويعالجون موضوع شحة المياه. في حال أنه ما استطاعوا يعالجون هذه الأزمة الكبيرة حيث شحة المياه، سيكون الشعب جاهز لمقاطعه كل المنتجات والشركات التركيه والايرانيه. نعم. اذا كانت هذه الدول معوله كم حزب متعاون وياها، او معنوه على الشخصيات، معوله على شخصيات متعاونه وعملاء لهم، فالشعب اليوم صوته عالي وباستطاعته من باكر انه يقاطع كل هاي المنتجات التركيه والايرانيه، لان اللي ما يحترم الشعب العراقي احنا نوقفه على حده، الشعب العراقي بيزلم. هذول السياسيين اللي مدعومين من الخارج هذول شوهوا سمعه الشعب العراقي، واليوم الشعب العراقي جاهز للرد على كل الدول اللي تقطع عليه الماي وتقطع عليه الخدمات. الشعب العراقي اليوم صار صوته عالي بسبب الحراك الشعبي المنظم والسلمي. اليوم الحراك الشعبي يقول لهنا وناسنا عليكم مساندة هذا الحراك الشعبي،
اليوم بنتحرك بكل سلميه وبكل تنظيم عالي وبكل تعاون مع القوات الامنيه. فوقت السكوت نقول لها انه ناسنا وقت السكوت راح، هاي الزمره اللي تحكمنا زمره فاسده، زمره غير قادره على اداره البلد، لذلك مرفوضه رفض قاطع هذه الزمره. وهذا النتيجه اللي حصلنا اللي دا يصيبنا في المعاناه هو بسبب سكوتنا. لذلك على الشعب العراقي ان يكون جاهز ويرفض كل هذه الاحزاب السلطويه، الاحزاب الدمويه، الاحزاب اللي ما جابت العراق غير المعاناه والظلم. اليوم بلدنا يعاني من معاناه، يعني من ابسط مقومات الحياه هو المي والكهرباء والخدمات البلديه وغيرها. اليوم الشعب يفتقر، اهلنا وناسنا يفتقرون لافضل مقومات العيش. لذلك على الشعب العراقي ان يعني يكون جاهز ويضرب هؤلاء الشراذم زين. استاذ بكر، اليوم انتم ليش ما تضغطون على الحكومه المركزيه لتوفير الخدمات للمحافظه؟ ستي العزيزه، منظومه باكملها منظومه فاسده مبنيه على المحاصصات الحزبيه. احنا قلناها ونقولها مرارا وتكرارا، اللي مسؤول يريد يخدم الشعب اهلا وسهلا، وهاي العالم تصير له جنود له، لكن ثبت بالدليل القطعي وطيناهم الاف المرات والاف المرات قلنا لهم اللي يريد يشتغل هذا الشعب عون وسند لكم، واللي ما يريد يشتغل راح نتعامل وياه كانما عدو للشعب. وشفتوا حضراتكم نتمنى من الاعلاميين امثالكم والاعلاميين الشرفاء انه يغطون التظاهرات كيف هي منظمه وكيف هي متعاونه مع القوات الامنيه. ذهبنا الى منازل النواب قبل فتره من الان، وكذلك في الفتره الاخيره ذهبنا الى الزعامات السياسيه وقلنا لهم هاي مطالب الشعب حققوها، لكن ولا زعيم سياسي استجاب للشعب ونزل. هذا ما يدل على انه هذه الزعامات السياسيه هي ضد الشعب وعدوه الشعب وجايه بمؤامرات خارجيه. لذلك قلناها انه الحل الوحيد امام الشعب هو الخروج ضد هؤلاء الزمر العميله والزمر اللي تريد بالعراق سوء وللشعب العراقي بصوره عامه سوء. لذلك على الشعب العراقي ان ينتفض يوم 4/7 في العاصمه بغداد بتظاهرات سلميه منظمه بتعاون تام مع القوات الامنيه. كنا نتظاهر امام، نريد نروح نتظاهر امام رئاسه الوزراء وامام مجلس النواب، يمنعونا لعده امراض. ذهبنا بكر، هاي التظاهرات من اللي يقودها؟ ست العزيزه اللي يقودها هو الشعب العراقي. هذه التظاهرات هي للعراقيين، القياده احنا قلناها التظاهرات هاي منظمه، احنا ما سوى الا منظمين لهذه الاحتجاجات لا اكثر. اليوم كل المنظمين للحراك الاحتجاجي سواء كان الدكتور الغامه وباقي استاذ بكر، يعني بعض القاده من تشرين او يعني ممثلين ثوره تشرين ذكروا انه هم اليوم هاي التظاهرات ما تمثلهم، يعني اي تظاهره اليوم تروح لدوائر او مثلا رئاسه الوزراء او مثلا مجلس النواب هاي ما تمثل التشرينيين. ست العزيزه، نعم هاي ما تمثل فقط التشرين، تمثل جميع العراقيين. اللي يقول هذا الكلام هذا اما مدعوم من احزاب سياسيه او هو بعيد عن الواقع جدا او مدعوم من شخصيات سياسيه. هذه التظاهرات تمثل العراقيين جميعا. هو معروف يعني بالساحه بدون ذكر اسماء، يعني هو له صوت وصدى في خلال ثوره تشرين، وقال انه خلال اي تظاهره يعني تطلع على الدوائر الرسميه احنا بريئين من عنده. هذا الكلام مو صحيح، وهذا الكلام مو دقيق، وهذا بعيد عن الواقع. هاي التظاهرات تمثل العراق والعراقيين جميعا. لانه العدل اليوم من يمثل تشرين الحقيقي؟ ستي ثوره تشرين العظيمه خرجت بها كل فئات وطوائف المجتمع العراقي، لكن اليوم احنا ما نتحدث باسم تشرين، نتحدث باسم العراق، نحن عراقيين. الاحزاب السياسيه تحاول حصر المتظاهرين باسم تشرين، وهذا الموضوع غير مسموح به لاي كامل يكون. المتظاهرين هم عراقيين ويمثلون جميع العراقيين ويحملون معاناه جميع العراقيين. لذلك تشوفين الاحزاب السياسيه دائما ما تحصرنا باسم معين، وهذا الكلام مو صحيح. نحن عراقيين نطالب بمعاناه العراقيين، واليوم الجهات السياسيه تحاول بشتى الطرق تسقيط هذا الحراك المنظم المتعاون مع القوات الامنيه. اسالك بالله، اليوم الوحيدين
هم الحراك الاحتجاجي الوحيد اللي يطالب بمظلوميه وبمعاناه القوات الامنيه، هذا دليل على التكاتف الشعب العراقي. واليوم الحمد لله والشكر اصبحنا منظمين اكثر، اليوم عندما ننادي على تظاهرات او عندما ندعو الى تظاهرات الكل العراقيين يشاركون بها بكل محافظاتهم، والتظاهرات السابقه اللي ذهبت الى منزل الحلبوسي حضرها استاذ بكر قبل قليل انت ذكرت انه اليوم التظاهرات التف حولها يعني بعض الشخصيات اللي حاولوا يعني تضليلها او تشويهها، بالتالي اليوم بعض الشعب يرفض انه يخرج التظاهرات ويساندها، يقول لك انا ليش اطلع اذا هو ما يتغير شيء، نفس الوضع هو باقي. ست العزيزه جزاك الله خير، هذا السؤال جدا مهم. اليوم في السابق يحاولون بس التظاهرات يعني وعدم المقاطعه من غير اللي اخذوا مناصب اليوم بالدوله وانسحبوا من التظاهرات اللي كانوا يعني يسمون نفسهم قاده التظاهرات. سؤال جدا مهم. في السابق الاحزاب السياسيه الفاسده والفاشله كانت تبث بعناصرها بنص التظاهرات حتى يشوهون سمعه التظاهرات، لكن اليوم نبلغ اهلنا وناسنا وكذلك دعوه لكل العراقيين الشرفاء، اليوم التظاهرات منظمه وسلميه 100% خاليه من المندسين، خاليه من الفوضويين، اليوم التظاهرات شلون؟ بكل 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 عناصرها اللي موجودين ناس منظمين همهم الاول والاخير هو عزه وكرامه العراقي. فكل الكلام اللي يدار اتمنى من حضرتك لو كنتم موجودين مراسلكم الكريم لو كان موجود ومغطى التظاهرات كان نقل لكم الصوره بالكامل، وكذلك الاعلاميين اللي اليوم عندنا الكثير من القنوات الاعلاميه ما متواجده بالتظاهرات، لذلك هذه المعلومه ما تصلكم دقيقه. اليوم اتمنى من كل الاعلاميين وهي دعوه للاعلاميين الشرفاء الاحرار جميعا عليهم النزول للاحتجاجات ويشوفون مدى سلميتها ومدى تنظيمها وما هي اهداف التظاهرات. اهدافنا هو عزه وكرامه الشعب العراقي والعراقيين جميعا، ومطالبنا هي معاناة اهلنا وناسنا. اليوم اهلنا وناسنا يضمرون من 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 شحة الغاز وكذلك من شحة المياه ونقص بتجهيز الكهرباء. استاذ بكر انا اوجه لك سؤالك اريد الاجابه بعد ما ارجع ويا علي. نعم استاذ بكر احنا ما نريد يعني نخرج عن موضوع الخدمات، سؤالي هو اليوم انتم ليش ما تطلعون تطالبون بانشاء طريق الحرير او مثلا الاتفاقيه الصينيه او التعاقد مع شركه سيمنز الكهرباء؟ ارجع لك للاجابه لكن خليني انتقل ويا استاذ علي. استاذ علي انت ذكرت موضوع اليوم الفساد والابتزاز الموجود بدوائر محافظه بابل تحديدا، وذكرت انه انت عندك اكثر من دليل، شنو الادله اللي موجوده عندك؟ تفضل. بصراحه يعني الادله اذا تريدوها العفو ان شاء الله بعد القناه حوج ازودكم باقي الادله وباقي التفاصيل، بس حبينا نطرق لمشاريع بابل. مشاريع بابل يعني تعاني التلك وتعاني يعني تسليم المشاريع من شركه الى شركه، وهاي الشركه يعني هاي الشركات اللي موجوده غير خاضعه للضوابط، شركات بعضها وهميه، شركات يعني لحد الان ما نهاية العمل مالتها بصوره صحيحه. مشاريع بابل 90% من عندها غير مستلمه، باقي الامور اللي هي مستشفيات محافظه بابل، دائره صحه بابل موازنتها كلش قليله، بحيث هذه الموازنه اللي يعطوها لدائره صحه بابل 90% من عندها تصرف رواتب، 10% من عندها مستلزمات طبيه وادويه. مستشفى الامام الصادق شهريا تصرف ما يقارب 600 مليون دينار عراقي، يعني هي تصرف بصوره عامه. نعم. ما يجهز لها شهريا 50 مليون، يعني بهاي الحاله ال 50 مليون تصرفها باسبوع، زين شلون راح تكفي على انها تغطي احتياجات الشعب البابلي بصوره عامه باعتبارها مستشفى جديده والاخبار؟ من اللي يصرف ال 50 للمستشفى؟ هو هذا يعني صرف من قبل وزاره الصحه. زين. من قبل وزاره الصحه يتم صرف المبالغ للمستشفيات. يعني اليوم وزاره الصحه تصرف 50 مليون شهريا في بابل على المستشفى؟ بينما على مستشفى واحده؟ نعم ست مستشفى واحده بالضبط، هي على كل المستشفيات توزع، يعني كل مستشفى ولها مبلغ خاص. بينما هي اليوم تحتاج 600 مليون؟ مستشفى ب 600 مليون مستشفى الامام الصادق يلا تخلص الشهر بدون احتياجات، يصرفون 50 مليون يعني اللي يكفيها 7 ايام فقط. ستو مشاكل كلش هواي، يعني من ضمنها الايام الباقيه شلون؟ يعني
الايام الباقيه يا اما على التبرعات يا اما على الهبات يا اما يعني المتبرعين جزاهم الله الف خير، يعني هم اللي من يكونوا اللي بالموضوع يتبرع؟ يا اما علي بس لحظه خليني افتهم الموضوع، من هو اللي يتبرع المستشفيات؟ اكو تجار اكو ولد خير كلش هواي يعني يتبرعون سواء بعلاجات او مستلزمات طبيه. تجار وناس وهاي اليوم بتفرق تتبرع بالغرض يا مستشفى بالمناسبه. حكومي؟ بالضبط اي بالضبط، حتى شويه تمشي امورها. يا معقولة هيك واصل الحال بمحافظة بابل؟ وين دور وزارة الصحة؟ يعني عندها علم وبعد اليوم اكو اسوء تجار وناس ميسورة دا تتبرع؟ وين دائرة صحة بابل؟ دار صحة أكثر بابل من يعني بكر شنو العفو ذكرت؟ اقول لك معاناتنا اكثر من هيك. شلون؟ وصل بينا الحال انه كل شيء يجهز عبر الفرق التطوعيه ومنظمات المجتمع المدني والاشخاص الناس يا اللي معقولة اليوم تجمع يجهزون تبرعات. مستشفيات حكومية؟ ست العزيزه، بخصوص صحه بابل اليوم للاسف الشديد، اليوم اي انسان يروح للمستشفى، نعم اكو كادر متميز لكن الكادر ما بده اي حل، لا هو علاج ماكو، مستلزمات طبيه ماكو، اجهزه طبيه بكر الكادر اليوم ما يريد ادوات، يريد ادويه متوفره. نعم ست العزيزه، اغلب الاجهزه الطبيه هي عاطله، تشتغل يوم بالشهر واغلب الشهر عاطله، والكوادر هاي اي والشركات اللي مستشفى متعاقده تحديدا مع دار يعني الصحه بكر؟ بابل بكل مستشفيات سواء كان مستشفى كل تركيا او مستشفيات مستشفى هاي الحالة الجمهوري اليوم او موجودة في بابل؟ نفس الحال واحد اسيء من الثاني. فست زين، ست العزيزه المفروض المستشفى الوضع في التركي بابل انتم مزري. جديد استلمتوها نفس الوضعية؟ المفروض غير ايه ست يعني اليوم المفروض هي الانسان اليوم جديدة واكبر مستشفى بالحلة وتقدم اذا خدمات يوم يحتاج رنين. للمواطنين، معقولة حالها اليوم من حال بقية المستشفيات؟ ست اليوم المواطن البابي اذا يحتاج رنين، اذا يبقى على العام اقل شيء 4 اشهر 3 اشهر الا يروح السرع، يروح على الخاص بمبلغ كبير وهو ما باستطاعته. فذكرت لك بدايه الحلقه ان الوضع في بابل ماساوي. بابل هذا للاسف الشديد بابل ام التاريخ ام الحضاره ام العلم، بسبب الاداره الفاسده والاداره المحاصصاتيه الحزبيه اصبح وضع بابل هكذا. لذلك احنا بعد ما نيسنا انه ناشد المسؤولين وكذا، فقلنا ماكو خيار غير المواطن البابلي والشعب العراقي ان ينتفض حول هذول. هذول ناس ما همهم ما عندهم هم انه يصلحون الوضع، كل همهم هو مرضات احزابهم والدول اللي تدعمهم لا اكثر. نعم بكر ابقى انا ارجع ويا علي. علي اليوم الواقع الصحي ببابل برأيك إلى وين يوصل خلال السنوات المقبلة؟ إذا اليوم العالم الميسورة تلم تبرعات وتصرف على المستشفيات الحكومية، زين خلال السنوات المقبلة شنو مصير الصحة ببابل؟ ست صحة ببابل يعني المستشفيات بالمستقبل بالأيام الجاية احتمال تنسد. لأن حالياً عندك مستشفى الحلة الجراحي ومستشفى مرجان، مستشفى آيلات للسقوط. والفترة اللي صارت يشتغلون فيها كل شوية خرجت عن الخدمة. نعم. فمستشفيات يعني آيلة للسقوط يعني حاليا ما تستقبل، يعني مع احترام للشعب البابلي ما تستقبل يعني حظيرة، يعني نقدر نعتبر حظيرة حيوان يعني بس غير صالح استقبال بشري. فمشاكلها كل هواي، معاناتها كل هواي، يعني اغلب هسه البنايات اللي موجودة السندويتش بنال اللي هي خارج الضوابط، أجهزة المفراس عاطلة وبعضها قديمه وغير داخله في الخدمه، يعني تخرج عن الخدمه بسبب اعطال وتظل تحت الصيانه مده 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر وترجع يسوونها صيانه وترجع تعطل مره ثانيه، يعني ماكو شيء حديد يدخل البابل. نرجع موضوع الديلزه اللي هي الغسل الكلوي، الغسل الكلوي يعني مشاكله كلش كبيره. حاليا هي كانت مركزها الاول بمرجان، بعد تحول مستشفى الامام الصادق كذلك نفس المشكله بسبب تسليم الشركات والشركات هم متركه بتجهيز هاي المراكز. نرجع موضوع ثاني، موضوع اللجان الطبيه، موضوع اللجان الطبيه مشاكلها كثيره كلش. سابقا كانت بزمن مدير عام صحه بابل محمد هاشم الجعافري كانوا يدعمون السماسره ويدعمون يعني الشغل الغير شرعي. فحاليا يعني بالاداره الجديده اللي نزلها دكتور علي يعني امورها مشت بصوره عامه، بس تبقى قلنا البنايه غير جاهزه باعتبارها بنايه قديمه وصغيره. يعني اليوم المستشفيات في بابل هي مبنيه من السندويش بنر؟ بعضها مبنيه من سندويش بنر.
اما البقيه ايلس سبورت. عندنا بس مستشفى جاهزه زين، مو لاستقبال المرضى كتاب هي مستشفى من الامام وزاره الصادق. الصحه والدفاع المدني انه يعني امروا بمنع تداول هاي المواد وعملها كمستشفيات ومدارس وغيرها يعني من الامور، اوردها تعزل، شو رجع الموضوع يتكرر؟ شنو الفائده ست؟ شنو الفائده؟ يعني عدد نسمات ما 2 مليون، 2 مليون اذا كلها ركزها على مستشفى الامام الصادق راح يصير لود كل شوي، وانا وضحت قبل شوي لحضرتك على انه صرفيات هاي المستشفى كلش قليل، يعني واحتمال بالايام الجايه من قد قله الصرف احتمال تنسد هاي المستشفى، فتبقى بقيه المستشفيات يعني لحد قبل تقريبا شهرين مستشفى باب النسائي والاطفال من قد ما هي قديمه ومتهالكه صار بها حرق بالبرد الكهربائي، يعني ما بيدام وما في تمويل حتى يعيدون تجهيز هاي البوردات الكهربائيه. يعني فلوس ماكو تجهيز هاي المستشفيات، بالتالي اليوم هي مهدده بالاغلاق، شنو مصير اليوم المرضى؟ بالضبط. وين راح يروحون بعد ما تنغلق هاي المستشفيات؟ ست اذا صارت في المشكله مثلا مستشفيات بابل، يعني بصراحه المريض ينبكى عليه بصراحه. يعني ذاك اليوم سولفت من احترقت المستشفى، المرضى نفسيتهم وزعاهم على مستشفى الامام الصادق ومستشفى النور. الدخلين للمستشفيات وضعيتها يرثى، يعني هي السبب مو بالكادر، انا وضحت لحضرتك. السبب بتجهيز المالي، يعني تمويل ما في هاي الدوائر، وهي دوائر خدميه واكثر دوائر يعني تقدم وتضحي وتنطي. فهاي مشكله. يعني ما اعتقد راح يصير لها حل سوى يعني تنفتح مستشفيات جديده، وبهاي الحاله يقل الضغط على مستشفى الامام الصادق ويزيدون التمويل، بهاي نعم. الحاله تجهز كل احتياجات المرضى وتمشي الامور بسلامه. نعم، علي بقى يعني ارجع ويا بكر، بكر انت دعيت الى التظاهرات والعالم المفروض تخرج والطالب، اليوم المواطن عنده احباط، يقول لك انا شو استفاديت من التظاهرات التشرينيه السابقه حتى اليوم اقدر استفاد من التظاهرات الحاليه. اليوم الشهداء بلا حقوق، الجرحى قاعدين بالمانيا اليوم ينتظرون العلاجات، يعني انت تعرفهم يمكن شخصيا واحتمال اصدقائك هم، لحد هذا اليوم ما حد يعالجهم. يعني وبعدين؟ ستي العزيزه، الرحمه والمغفره لكل شهداء الاحتجاج السلمي الرافض للظلم والفساد، وكذلك الشفاء العاجل لكل جرحانا اليوم اللي هو سواء كانوا في المانيا اللي يتعالجون والبقيه الحائرين بجرحهم. هذا كله بسبب تخاذل الناس عن 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 نصره العراق. اليوم العراق لو خارج كله، ليش جذب اليوم على المواطن والتقصير؟ اي انا قلت ان الله سبحانه وتعالى يقول لا يمكن للظالم ان يظلم الا بسكوت المظلوم. اليوم بين المظلوم ساكت الله ظالمنا ومسلط علينا دول المفسدين. فالسبب الاول هو سكوتنا، دول لو مو سكوتنا دول ما يستطيعون انه يظلموننا. لذلك احنا وعلي بكر العالم طلعت بالتظاهرات بالبدايه، قدموا دعم مالي، اللي قدم الطعام اللي قدم الماء، يعني مختلف الدعم كان اللوجستي والمعنوي والكثير من الدعومات، بالتالي العالم ما استفادت شيء. يقول لك انا انضربت بوري، قدمت ودعمت، وشنو هو اللي تغير؟ شنو هو اللي صار؟ رئيس وزراء واحد تغير والباقيين كلهم بقت نفس الوجوه. ذكرت لك اياها سابقا، الاحزاب السياسيه عمدت على زج المنتفعين والمتحزبين بداخل التظاهرات، لكن اليوم دا اقول لك التظاهرات نظيفه بعد وين كان دوركم بالساحه؟ منظمه 100% 100%. سابقا كانت التظاهرات عفويه وطلعت الناس كلها، لكن الاحزاب السياسيه حتى هناك دول قالتها امام العالم كله وامام الاعلام انه لدينا الخبره والتعامل مع المحتجين وقمعهم. هذا الامر ليس مخفي على الجميع، لكن اليوم احنا طول هاي الفتره من بدايه ثوره تشرين لهذا اليوم احنا بهذه الفتره ننظم ونحاول نرتب كل الوضع مال التظاهرات. اليوم بعد ما انه نظمنا التظاهرات ندعو جميع العراقيين، شيوخ عشائر، نقابات، اكاديميين، كل الناس اللي يهمهم وضع البلد، كل الناس اللي عندهم غيره عراقيه ان يخرجوا ويروا التنظيم بام عينهم. اليوم احنا يجينا الشيخ معزز المعمم اللي رافض الظلم معزز مكرم، كل هذه الطبقات اريدها تشارك بالاحتجاجات حتى نتخلص من الطغاة والمفسدين. دول الطغاة والمفسدين ثق بالله، ثق بالله اجبن ما يكون دول، بس لكن استغلوا فقارية الناس واستغلوا طيبة العراقيين، واليوم افسدوا بالعراق فسادا.
لذلك ندعو جميع العراقيين الشرفاء أن يرفضوا جميع ظالم وفاسد، سواء كان مجلس عزاء أو مناسبة أو بحفل أو مؤتمر. لازم نقول للظالم أنت ظالم، لازم نقول له أنت فاسد بوجهه حتى لا يتوهم ويقول أنا على حق. لازم الظالمين نحاسبهم. أزد إلى ذلك، في بابل كان محافظ فاسد اسمه حسن منديل، هذا المحافظ عاتب المحافظة فسادا. اليوم الكثير من الملفات الفساد موجودة بالنزاهة، لكن بغض الضغوط شنو اللي يثبت هذا كلامك يعني بكر؟ موجودة المحافظ انه كان عنده ملفات فساد، ستي موجودة ملفات، الكثير من الملفات موجودة بهيئة النزاهة، وان شاء الله اليوم نستبشر خير بوجود رجوع استاذ مسلم العماري رئيس استئناف بابل. كذلك هاي الدعوة نقول له نشد على اذنك وهالي بابل جميعا معك في حين محاسبة المفسدين. لذلك إن شاء الله بالأيام القريبة نتأمل وكلنا ثقة بالقضاء العراقي أن يحاسب حسن منديل وكل اللي متورطين وياه بظلم بابل وظلم أهالي بابل، حتى بعد ما يقدر مسؤول أو محافظ يجي يظلمنا ويظلم أهالي بابل. أملنا كبير بالقضاء، وإن شاء الله بالأيام القادمة ستخرج تظاهرات منظمة كبيرة لدعم القضاء حتى يكون ضرب المفسدين على الرؤوس، وإن شاء الله بوجود الأحرار والمخلصين إن شاء الله نتخلص من كل مفسد وظالم لبابل وأهالي بابل. نعم، أرجع يا علي. علي برأيك لو طلعت التظاهرات للساحة مجددا راح يتغير شيء؟ والله بصراحة ما أعتقد غير شيء، لأن حاليا محافظ بابل اللي موجود لا غير مستشاري لا غير نائبية، يعني هاي أقصد شيء، يعني أي شخص يجي المكان، يعني سواء هسه نعتبرها بسطها بصورة بسيطة، إذا أجى مثلا مدير دائرة مثلا في الدائرة الفلانية أقل ما يسوي يعني يغير فد نائبين، يغير فد معاون إله، وخاصة إذا كانت عليهم شبهات فساد أو كانوا فاشلين. يعني نعم، محافظ بابل هاي المنظومة ما يقدر يغيرها، مدراء عامين موجودين يعني ما يقدر يغيرها، يعني يضغط عليهم حتى قد مو ست انا سولفت له قلت له هذا محافظ بابل من اجى جابوه على انه سوى فلان شغله مشي فلان شغله ولا تناقش ولا تحكي، هذا موضوع يعني مو اكثر من اله. اللي كان سابقه كان فاسد كان مجرم كان قاتل، يعني في زمن حسن منديل المجرم وزمن علي وعد علاوي الملف الامني يعني مزري جدا، يعني لحد البارحه حادثه قتل وقبلها قتل بيت حمادي اللي هم بالقاسم يعرفهم استاذ بكر وكل الشعب البابلي يعرفهم، تعرضوا للقتل طبوا لهم لبيوتهم قتلهم، وحاليا القاتلين احرار طليقين ما حد له علاقه بهم، ما حد يقول لهم شنو ما شنو، الدعوه مالتهم متوقفه. انا يعني انا بصراحه يعني انا شخصيا تعرضت لمحاوله اغتيال اثناء دوامي بمحل عملي. نعم، وهم ماتين كل شيء ماكو، يعني هي هاي الامور ما اعتقد على انه يجي محافظ يغير وعنده هاي، يعني ما عنده هاي الامكانيات اللي يقدر يغير بيها بصراحه. يعني محافظ بابل احنا نريده شخص يعني مو اكاديمي او على انه هسه محافظ بابل السي في مالته كل سي في مالته علي وعد علاوي على انه ابن عائله فقط. يعني ماكو شيء جديد على انه عنده فد كفاءه، عنده فد حنكه اداريه، عنده فد خبره سياسيه او حس سياسي، كل شيء ما عنده. بس مجرد آلة يتحكمون به في هالموضوع. فاحنا نتأمل خير، نقول عسى وان يقدر يغير، بس انا شخصيا محبط، حيل محبط. نعم. من اداء المحافظ الحالي وما اعتقد راح يغير شيء. نعم، أقيان علي ارجع ويا بكر. بكر لعل سائل يسأل اليوم انتم كثوار تشرين ليش ما طالبتوا بانجاز ميناء الفاو وطريق الحرير وايضا اتفاقية الصينية وايضا موضوع يعني التعاقد ويا شركة سيمنز للكهرباء؟ حياك الله ست. في البدايه نحن عراقيين ما يحدنا اي اسم غير العراق. كلمه تشرين نحتز بها ونفتخر بها وكنا احد المشاركين بها، لكن احنا عراقيين ما نقبل غير اسم العراق، لان يعني العراق هو بلدنا وهو حبيبنا اللي مدفوت جراحات بسبب المفسدين والمتقاتلين والمنافقين. هذا وحده. الوحده الثانيه موضوع طريقه الحريري وميناء الفاو، يعني حقيقة هذه المشاريع المهمة استراتيجية بوجود طبقة سياسية فاسدة لا يمكن تحقيقها. لذلك احنا قلت لك حاليا نظمنا انفسنا، وبعد انه نجيب لهن وناسنا
وضع نعالج شحات المياه والكهرباء وباقي الخدمات، بالتأكيد سيكون اتجاهنا نحو المشاريع الكبيرة الاستراتيجية من ضمنها الحريري وميناء الفاو. هذين المشاريع مهمات يحتاج لهم ضغط أكثر ويحتاج لهم أعداد كبيرة حتى نجبر السلطة الحاكمة على تنفيذ هكذا مشاريع. نعم، يعني راح تدعمون هذا الشيء؟ بالتأكيد. دعيني نتطرق إلى وضع الصناعة، بما أنه جبنا طار المشاريع. نعم. وضع الصناعة، المفسدين والأحزاب المخربة للبلد عمدوا على غلق جميع المصانع العراقية، ومن أهم المصانع اللي موجودة في بابل معمل نسيج بابل، اللي أغلبنا ناسنا وهنا الكبار يعرفون مدى الصناعة. أنا كده جايتك بالسؤال اللي إليه، بس أنت سبقتني بالكلام. نعم تفضل. جزاك الله خير. معمل نسيج بابل أو معمل نسيج الحلة، هذا أغلب ناسنا وهن يعرفون مدى الجودة الصناعة اللي موجودة به. المفسدين والمتحزبين حتى طب الصناعة الإيرانية والتركية والقطرية والسعودية غلقوا هاي المصانع المهمة، ومن ضمنها هذا المعمل. واليوم شوفين موظفين هذا المصنع يعانون الأمرين، يعانون وضعهم بكل تفاصيلهم. لذلك احنا باذن الله عندنا مطلب مهم يوم 4/7 من ضمن مطالبنا، اللي هي شحه المياه ومعالجه وضع الكهرباء، التعاقد مع شركه سيمنز وحل الموضوع. بكر اليوم بابل تمتلك الكثير من المقومات اللي تجذب السائحين، يعني من حضاره وتاريخ وكثير من المقومات، بالتالي اليوم الا تكون بها نفط يلا يوم انا اهتم بها. اسمحي لي اجيك بالتسلسل، ولو هي اليوم المحافظات اللي عندها نفط اليوم ماكو اهتمام بها. عندك البصره اكبر دليل. جزاك الله خير. محافظه بابل تمتلك الكثير من الموارد. محافظه بابل هويتها الزراعه، والمفسدين دمروا الزراعه في بابل. وكذلك محافظه بابل من المحافظات المهمه عالميا بالاثار والحضاره. كل المحافظين بكل مسمياتهم قبل 2003 وبعد 2003 عمدوا على تخريب اسم وسمعة بابل، لكن اليوم احنا عازمين بإذن الله وبجهود الناس الأخيار بإذن الله أمثالكم، صوتنا سيصدح بالحق، ونحاول بكل ما لدينا أنه استرجاع اسم بابل عالي، حضارة بابل عالية ومرفوعة، علم وتاريخ بابل عالي ومرفوع بإذن الله. ما خلتينا أكمل بخصوص المصانع. المصانع العراقية ضمن مطالبنا، ضمن المطالب المركزية للحراك الاحتجاجي، هو تشغيل كافة المصانع العراقية المعطلة عمدا من قبل الأحزاب والميليشيات والسلطويين. كذلك من ضمن مطالبنا هو نظام البديل للقوات الأمنية البطلة، و كل هاي المطالب هي مطالب حقه ومشروعه، شهد بها العدو قبل الصديق، شهدت بها الاحزاب قبل المواطنين. فاذا كانوا فعلا جادين تحققوا هاي المطالب، صار لنا سنتين او 3 سنوات نداعي بها، لكنهم ناس فشلوا وتعمدوا على الفشل. لذلك احنا اليوم باذن الله خارجين لرفض جميع من جميع لا يسمع صوت الشعب. نعم. ونتعامل مع الذين لا يسمعون ولا يحققوا مطالب الشعب كأعداء للشعب، سواء كانوا برلمانيين أو حكومة تنفيذية. لذلك نقول للنواب الجدد اللي صعدوا باسم مستقلين وباسم الحركات الناشئة، عليكم السماع للشعب بدقة وتأني وتحقيق مطالبهم، حتى لا نتعامل معكم كتعامل النواب السابقين. نعم بكر الجبوري الناشط المدني، شكرا لك وشكرا انضمامك ويانا. ايضا احب اشكر علي طالب الناشط المدني، شكرا لك علي وشكرا انضمامك ويانا. اكيد احب انبه يعني حق الرد مكفول لاي دائره او جهه او اسم ذكر خلال حلقه اليوم. احنا منبرنا حر وما عندنا مشكله ويا اي جهه، فبالتالي اللي يحب يرد او عنده ادله او عكس الكلام اللي انذكر خليه يجي يرد. منبر قناتنا مفتوح، ايضا كبرنامج خاص برنامج المعتمد اللي ذكرت به هاي الملفات الكثيره، اكيد يقدر ايضا يرد عليها خلال البرنامج.
الى هنا مشاهدينا وصلنا واياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظروا غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتكم وتحيات كادر عمل جميعا، الى اللقاء.